الزمالك اللي منذ قدم منذ بدا الكرة والأهلي والزمالك في الطوب سيطروا على إفريقيا، سيطروا على يمكن حتى على اللقب ديال الفريق القرن في إفريقيا. الأهلي لعطيري الكاف، الزمالك اللي كيقول لا حنا هما حنا هما فريق القرن. فجوج فراقين اللي كيدوروا ميزانية كبيرة، لاعبين كبار غيلعبوا مع جوج فرق، وداد والرجاء اللي تاريخ كبير كذلك، أسماء كبيرة. الوداد السنوات الأخيرة فرجعت بقوة على الصعيد الإفريقي، دات فينال، لعبات فينال وتشفر لها، لعبات دومي فينال، جوج ديال لي دومي فينال كنظن هذه الثانية. سيطرات على إفريقيا في السنوات الأخيرة، يمكن أحسن فريق إفريقيا في الخمس سنوات الأخيرة بالنقط هو فريق الوداد البيضاوي. الرجاء اللي رجعت من بعيد والعام اللي فات دارت الكاف، دارت سوبر كوب، وهذا العام هي دومي فينال قصات مازيمبي. فكنظن بأنه كاين واحد التكافؤ كبير على الورق، يمكن على الورق بين الوداد الأهلي الزمالك الرجاء، فكيبان بأن كاين تكافؤ من ناحية الأندية بربعة وحتى الآفاق ديالهم، كل شيء باغي يدي تشامبيونز ليغ، كل شيء باغي يوقف عليها، لأن بالنسبة لهاد الفرق هادو تشامبيونز ليغ حاجة أساسية في المشوار ديالهم. هي على الورق متفقين، ولكن التداري ديالنا في الملعب عنده كاين يعني كاين ما كاينش، كاين واحد النسبه مئويه كبيره بالنسبه للوداد والرجاء داخل الميدان وتا خارج الميدان. راك عرفتي دابا بحال مثلا الفرق ديالنا ديال هاد السنه هادي راه حصلوا على نتائج خارج الميدان وداروا نتائج يعني جيده خارج الدار البيضاء. بون راه شوف راه كاين واحد القضيه، الكره 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 ما عندهاش منطق، الكره ما عندهاش منطق. المنطق الوحيد اللي عنده هو فريق خصو تكون عنده الاستمراريه، يقدر يعطر ولكن راه غادي ينوض، يعطر مره جوج هذا ينوض. وفريق اللي كيكون بحال هذا النوع هذا هما هذو اللي عندنا، ملي كنتكلموا الرجاء الوداد الصعيد الوطني، وتا بالنسبه على الصعيد الافريقي راه تا بالنسبه لهذوك الاهلي والزمالك كيعرفوا القيمه ديال الوداد والرجاء. راه ما يمكنش بحال مثلا كنحصلوا على بطولات هكاك وازار، ولا كنديو دي كوب، ولا كنهذا وكنشوفوا الطريقه باش لعبوا الفرق ديالنا يعني خلال هاد المقابلات سيرتو هاد السنتين ولا هاد ثلاث سنوات ولا اربع سنوات كيفاش كيلعبوا. الاقصاء ديال الفرق المغربيه والفرق يعني المصريه هذه كلها راه عوامل كتجعل بان البطوله المغربيه، يعني ما كنتكلموش على البطوله، كنتكلموا على الفرق المغربيه وخاصه الفارق الوداد والرجاء. وهاد السنوات الاخيره ثلاث سنوات حاجه جبتي البطوله احسن بطوله في افريقيا البطوله الوطنيه طبعا بدلوا لا دلوا علاش عن لسبب بسيط، هو بان ملي كتشوف ديك النديه تقريبا خلال المقابلات كلها تماك ملي كنشوفوا راه كنشوفوا الزمالك والاهلي كيبقاو يتضاربوا من الاول حتى ل 20 عام وما كيتضاربوا بجوج هذا العام السنه الماضيه. الله واحد الوقت كانت المقاولون العرب شويه هاي اسماعيلي شويه ولكن انت راه عندك اللي عندهم تاريخ، راه كاين الجيش، كاين الوداد، كاين الرجاء، جبدنا التاريخ الى غادي يرجعوا. ملي كتشوف حتى البطوله المغربيه كيفاش كتسالي البطوله المغربيه راه كتسالي بواحد يعني واحد سسبانس، وكتسالي بان ماشي ساهل باش دير بطوله، ماشي ساهل باش تنتصر، ماشي ساهل باش تنتصر اي مقابله. كيف الفريق اللي لعبتي ضده ماشي هو غادي بحال مثلا ملي كيلعب الاهلي، راه كاين الفرق اللي كيعطيها 6 7 والاهلي سمعناهم داو البطوله هذه ما عرفت واحد قبل ما كاع سميتو هذه يلاه بداو العام داو البطوله، لعبوا المقابله الاولى داو البطوله صافي باينه غادي داو البطوله. هذه كلها ما بون هذا انا بالنسبه لي امتياز الكره المغربيه، الكره المغربيه فيها هذيك النديه، فيها سيرتو مع الفرق بيناتهم. الى مشينا ما مشوش بعيده مؤخرا الجيش كيفاش تعاملت مع الرجاء، الفاس كيفاش تعاملت مع الوداد، هذه اسفي كيفاش تعاملت مع بركان، حتى هذه راه في حد ذاتها راه هذا كيعطيك صوره بان الكره المغربيه راه فيها داكور ما كاينينش لاعبين بون اللي ما يرجور كنبيعهم البطوله المصريه كنبيعهم بحال مثلا، وهذا ماشي ذنب لاعبين ولا ذنب الناس اللي كذا، هذا ذنب ديال ما كاينش الامكانيات الماديه. هذا هو الخصاص وهذا هو اللي خاص في المغرب من المستقبل ان شاء الله يكونوا ناس اللي عندهم موارد ماليه مزيانه هما اللي يجيو
سيروا كرة القدم وسيروا جميع الرياضات. لحقاش الإشكال اللي كاين في كرة القدم المغربية ولا في الرياضة المغربية، هما الناس اللي عندهم موارد المالية واللي كيعرفوا كيفاش يجيبوا الفلوس واللي كيعرفوا كيفاش يدبروا، والناس اللي ولكن خاصها تحب الكرة تحب الرياضة على العموم، راه الإقلاع غادي يكون أحسن وأكثر. حنا دابا كنشوفوا لاعبين كيمشيو من عندنا من البطوله المغربيه كيمشيو للبطوله المصريه، باش حيت عندنا مشكل مالي مشكل مادي. هذه كلها رغم ذلك هذه معوقات، ولكن رغم ذلك اللاعب اللي كيعوض كتشوف لعاب بانه كيتقاتل كيتضارب، عنده ديك الحرقه على الفريق ديالو، وماشي عبثا هكاك، عنده امكانيات محترمه، عنده امكانيات يعني سيرتو ذهنيه، كيبغي يربح. اللاعب المغربي كيبغي يربح، كيبغي ينتصر، كنقولوا بهذا لو تيرم كيتقاتل باش يربح. هذه علاش بون ماشي كنديروا وازار، راه حنا كنتكلموا على هذه السنوات الاخيره كيفاش الموضوع يعني هاد الفرق ديالنا المغربيه ما كتوصلش وازار. اذا حتى المصريين ملي كتشوف الاعلام ديالهم وكتشوف هاد المقابلات بجوج، المصريين عاطين واحد القيمه كبيره للبطوله المغربيه، وعاطين قيمه كبيره بالنسبه لهاد الفرق هادو. راه ماشي كنتكلموا عليها حنا، راه كيتكلموا على المصريين، كتمشي للدول كلها افريقيه كيتكلموا على البطوله المغربيه يعني بواحد مساله ايجابيه. كيقول لك عندهم فرق، عندهم هذا، كتمشي لجنوب افريقيا لا ميم شوز، كتمشي لتونس بون المغرب العربي لا ميم شوز، الجزائر، كلشي كيتكلم على الكره المغربيه، وخاصه الفرق ديالنا اللي بحال الوداد والرجاء ولات معاهم دابا بركان. دابا حنا كنشوفوا بركان هذه ثلاث سنوات وهي داخله لهاد داخله في هذا الاطار هذا. بون حنا ملي كنتكلموا راه اللاعب المغربي عارف شنو هي بالقيمه ديال الشامبيونز ليغ، كيف قلتي هذه راه كاس اللي مهمه. اللاعب المغربي سيرتو الدراري ديال الرجاء وديال الوداد عارفين القيمه ديالها، عارفين بانه راه مقابلات صعبه، عارفين بانهم راه هذوك اللي لاعبين ضدهم ماشي ساهلين، عارفين بانهم خصهم يديروا لو ماكسيموم باش يديروا نتائج يعني مزيانه. اذا هذه كلها الا كتشرف كره القدم المغربيه، وكنتمنى ان شاء الله باش يكونوا هاد الفرق عندنا في احسن حالاتهم هاد الاسبوع هذا. داكور اخ. الوداد يمكن بزاف الناس باغيين يعرفوا واش اللاعب داري ولاعب بابا توندي يمكن لهم المشاركه، يمكن بابا توندي وداري فهم مع الجروب كيتريني ويسون ابت بوغ جوي، ولكن غتبقى اختيارات. واش من حقهم يلعبوا ولا ما يلعبوش؟ الكعبي كذلك واش من حقه يلعب ولا ما يلعبش لانهم مقيدين في اللائحه الافريقيه؟ فغان باش نشرحوا للناس، فبالنسبه للكعبي ما يمكنش ليه يلعب لا الي لا رجوع، لان الكعبي واخا مقيد في اللائحه الافريقيه ولكن مشى خرجت الرخصه ديالو، مشى للدوري الصيني، دخل الدوري الصيني، ومن بعد الى بغى يرجع فغيرجع على اساس انه لاعب جديد في اللائحه ديال فريق الوداد البيضاوي، و غيدخل الموسم 2021. اذا بالنسبه للكعبي ما يمكن لي يلعب لا الي لا روجو. بالنسبه لداري وبابا توندي، داري وبابا توندي ف توعدوا فورس ماجور، يمكن الوداد ايزون جولي الرخصه ديال داري وديال بابا توندي، ولكن فريق الوداد البيضاوي اللائحه ديالو فما فاتش العدد القانوني ديال اللائحه. يمكن الطلب اللي غيديروا فريق الوداد البيضاوي الكاف، فيمكن لداري وبابا توندي يكونوا حاضرين في المقابله ذهابا واياما، فيمكن لهم يكونوا حاضرين انهم هما باقين مع الوداد، باقين مقيدين في اللائحه ديال الوداد، غير ايزون جولي لان كاينه فورس ماجور، لان كانت عندهم ليغامون كرواسي. فيمكن داري وبابا توندي يمكن لهم يكونوا حاضرين في لالي ماشي في الروتور، من لالي يقدروا يلعبوا. يمكن بزاف الناس كيقولوا لي ان رحيم مشى رجع للشباب محمدي لانه كان غير بريتي، الان فاكومارا حاضر، ويمكن حتى المدرب كاموندي بان لي بان السعيد يكون لاعب ولا داري يكون لاعب، فعنده الحق يلعب داري ولا بابا توندي، يمكن يكونوا في لاليست ديال فريق الوداد البيضاوي. لا هو داري دابا نتكلموا عليه يعني تقنيا
واش هو مستعد باش يكون مع الفريق؟ الي ابت بوغ جوي. لا درب الحمد لله الامور واضحه، ولكن واش مدرب؟ لا كنقولوا ما درب داكور درب درب راه ما كاينش اشكال. لا واش عنده مقابله في رجلو تقدر تاهله يلعب في هذا الايقاع ضد الاهلي؟ وي هذا هو السؤال. راه الناس الله يجازيهم بخير خصهم يعرفوا راه اللعاب العوده ديالو راه كطلب لي واحد الوقت تدريجي معين. دابا ماشي راه واخا يكون دابا بحال مثلا نجيبوه باش نديروا على الصوره بانه رومبلاسون بدون نطلبوا علاش ما دخلتيش داري وعلاش ما هذا. راه المدرب راه كيبني على معطيات، راه كيبني على واحد القضيه اللي كتسمى لا لوجيك ديال الفوتبول. راه ما يمكنش لعاب وتا بالنسبه لذاك الطبيب ولا البريباراتور فيزيك، راه هذاك لو بريباراتور فيزيك كيعرف القيمه كيعرف حتى المستوى ديال اللاعب يعني بدنيا. إذا كان بأنه بدنيا ما مستعدش ولا ما لعبش مقابلة حيت راه غادي يلعب في واحد الإيقاع اللي انكرويابل، راه غادي يلعب ضد الأهلي. الأهلي راه الإيقاع اللي غادي يلعبوا سيرتو في لونكاجمون وداك الشيء راه ما يخليكش تنفس، وأنت ما خصوش تخليه تنفس. إذا ما بغيتيش تخليه باش يبني وباش تخليه راه خصك تكون عندك نيت واحد خزان بدني مهم. وتا بالنسبه ل بون انا كنشوفها هكا راه كاع اللي غادي يفهم راه هو بون ماشي الناس غتفهم هذا الشيء. متفقين حنا لان باش الواحد غاب واحد 8 شهور ولا 9 شهور ولا هذا العام ما لعبش، لعب غير واحد شويه في لالي وكان تبليسه من الديربي كانت تبليسه باش يرجع ويلعب ديريكتومون دومي فينال ديال الشامبيونز ليغ فصعيب. مي راه شفت اللعاب اللعاب السي عادي اللعاب الا قلتيها لي قلتي لي دخل غادي يشوف غادي يقول لك ياك ماذا تسطا ولا شي حاجه. لا شي دار الا قلتي دخل يدخل الدار معاك من دابا ما واجد هو شحال هذه هو باغي يلعب. مي كيف راك دار ماتشات مع لي سبوار وكان كيلعب معاهم وداك الشيء. مي لو نيفو اللي غنلعب يقدر يكون ان بون بلاصون. اييه يقدر يكون ان بون بلاصون واحد 15 مينوت 20 مينوت الاخر على حسب المعطيات وعلى حسب ولكن ما نمشيوش بعيد. دابا هذاك بن حليم الامكانيات ديالو كنعرفوها كلها، امكانيات تقنيه هائله مزيان تكنيك مونك ملي كنشوفوا بن حليم لو دريب هذاك الى ماركي مع الرجاء. ولكن ملي رجع راه حتى المدرب وكنت قلتها لكم شحال هذه قلت لك راه المدرب ما غاديش يزعم عليه. دخلوا شويه علاش؟ لحقاش حتى المدرب راه خصو لاعب اللي كيكون جاهز ماشي بدنيا. لحقاش هذاك اللي دخلتيه في دماغه راه في دماغه راه غادي يبدا التخوف غادي يبدا لحقاش الله يحسن العون راه ما غاديش تدخلوا مع الزمالك مع الاهلي ولا تدخلوا مع الزمالك وها هكاك تدخلوا باش تدخلوا باش حين تدخلوا باش تدخلوا. كنظن بانه كومارا والسعيدي يقضيوا الغرض. وي كنظن بان كومارا السعيدي كومارا لعاب واحد المده ما كانش مشكل واخا جلس حتى هو راه مع السعيدي. اش كنتكلموا على السعيدي ملي اكثر من غامر به محافظ عليه اكثر من غامر به. اذا البيضاوي الفرقه كنظن بانه 99% معروفه واضحه وباينه. كنظن العملود واش غيكون ابط ولا ماشي ابط باش يرجع يلعب ولا ما يلعبش، ولكن كاين نوصير وكاين شينا بليسر كنظن واضحه الامور. يمكن عطيه الله من احسن اللاعبين اللي كاينين. كومارا السعيدي يمكن ضاري عند كان بون غومبلاسون اللي يكون. جبران حسوني وليد عطات توليف عطات شويه باقي كل كان وليد في الطوب ديالو نقدروا نهضروا على وداد اخرى. دو توت لي فاسون ولا ان كيليبراسيون كاين ليكيليبر كاين ملي كتشوف بان اللعابه ولاو لاعبين بهذاك الميليو تيرا مرتاحين اكثر فهمتي. وكيفاش رجع تدريجي وكيعرف كيفاش يرجع وكيفاش كيريكوبير فوس ميدان. حتى المدرب لا نتكلموا كل واحد نعطيه حقه، المدرب عرف كيفاش يجيري هذا اللعاب كيخرجوا كيدخلوا كيبقى هذا. وفي الاخير يعني لقيتي بان حفيظي ربحك بطوله يعني كان في المستوى بون ما نتكلموش عليه بوحدو راه الفريق كله ربحك ولكن هو الى في لا ديفيرونس هذا هو المهم. لا عندي يدير لا ديفيرونس عرف كيفاش يدير يماركي عرف كيفاش يضرب في الوقت المناسب عرف. اذا هذه الكره. اذا انا بالنسبه لي داري سان تري بونجور. ولا بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي يمكن الاهلي غيلعبوا مع فريق ديال فريق اللي فريق الالقاف فريق اللي عارف اش كيدير ويمكن حتى
اللقب الاخير للوداد ربحات الاهلي باقي واقف باقي واحد اليوم هنايا غيجيو يلعبوا لوتو بور لوتو مقابله كبيره. الرجاء الزمالك البوليميك هي احداد الناس ديال الزمالك ما فاكينش كيقول لا والو ما يلعبش، الرجاء كيقول لا يلعب. يمكن امير مرتضى منصور خرج قال لك حنا ما بغيناش يلعب وعطيناهم لوبسيون باش يشريوه ما شراوش. حنا درنا معاه لو 30 لو 36 حنا دابا هذه الرجاء كتقول لك لا سيدي حنا هذه المسابقه هي داخله وهذه هذه ديال لا فيفا ديال لا ديال الكاف ديال لا هذه توصيه ديال لا فيفا قالوا بان غادي تبقى المقابله حتى الاخر مزيان ولكن هما كيقول لك حنا دايرين بند باش ما يلعبش معانا كيديروها بزاف ديال الفرق بحال دابا انا كنعطيك لعاب كنقول لك ما يلعبش معايا وهو في القانون هذا البند هذا واخا تكتبوه كولو ما عندنا ما نديروه به لانه ضد الروح الرياضيه ما كاينش انا حيت عاطيك هذا اللعاب ما تلعبوش ضد هذه هضره خاوي واخا تكون كاتبه لعبوا ميسي ما يلعبش ضد ضد اسبانيا مع الارجنتين لا هادي يقولوا لي هادي زوينه ما كندويش على سيليكسيون كندوي على الفرق انا فاهم دابا كتصور دابا شي بند يكون لا ما انت درتي خيمة تفهم لا دابا حيت القانون غير الناس باش نفهموا واحد القضيه القانون هاد البند هذا ما كاينش في القانون بحال دابا انا جيت عطيتك لعاب ولا بريطيت لك لعاب كنقول لك لعب بريطي ديالي ياك ولكن راه نهار نلعب معك انا ولا نجي ضدك ما تلعبوش ضدك الفراقي كلهم كيقول لك اه انا في المغرب كان ما كنلعبهمش علاش كنقول لك خافوا من الجمهور لا ماشي من الجمهور كيقول لك انا لهذا العام لعبته العام الجاي بغيت شي لعام ما يعطيهش ليا عديد ها. والله حتى كيخافوا من الجمهور وي هي انت راك عارف ما قتلقت هذا العام مارك علينا وي الله سير فكر مارك ما قتلقت هذا العام دار لينا حاله وهنهضر معك من الاسلوب ديال عندك الحق عندك الحق هذا هو الواقع شوف سي عديد شي فارق اللي كيبقى واقف على الالعاب من الاحسن ما خصوش يوصل لهذا المرحله هذا الشيء اللي كاين صافي حنا شوف احنا دابا كنتكلموا بون سي تان تري بونجور كنتكلموا على اللي بونجور تكلمنا على داري تكلمنا على كومارا تكلمنا على سميتو متولي تكلمنا على كيف قلنا هذا حافظي تكلمنا على بن حليم شي الكره ما كتوقفش على الالعاب ديرنيير مون المقابله اللي دارت الرجاء مع الجيش راه لعبوا ناقصين بثلاثة ولا أربعة إلي ولا بروبليم ربحوا كل شيء مزيان الفرقة اللي كتبقى على واحد داكور لأنه لعاب يدير لك واحد الإضافة داكور مزيان وهذا ولكن إذا جات شي ظروف شوية صعبة بحال هذا الشيء كيف قلتي وقع ما عندهمش الحق ومدا شد لي هذاك وهذاك حنا بالنسبة لنا داكور يلعب معنا لحقاش خاصو يدير لا ديفيرونس كنشوفوا الفرق المغربيه داكور خاصنا اللعابه ديالنا يلعبوا اللي محتاجين لهم الفرق ديالهم باش يديروا لا ديفيرونس ولكن ملي كنبداو نسمعوا هكا راه بحال كنطيحوا حتى من القيمه ديال اللاعبين الاخرين دابا دابا غير القانون اش كيقول؟ كاين القانون وكاين داك الشيء ديال العلاقات حيت بزاف الناس كيخدموا على العلاقات اكثر من القانون غير بالنسبه للقانون واخا كاين بند كتكتب بند بان هاد اللعاب ما يلعبش ضدي في القانون لا يساوي شيئا ما كاينش واخا دير واخا تكتبو ما عندك ما تصور ما عندك دابا هما دايرين البند وكيقول لك لا سيدي انا بريطيت لك هاد اللعاب حتى 30/6 كورونا ماشي كورونا 30/6 يرجع ليا ما درتش معاك انا موسم رياضي قلت 30/6 يرجع ليا الموسم الرياضي راه داز سال الموسم الرياضي ولكن جات كورونا كملناه وي. كيف حنا كملناه كيف تا هما كملوه وي. هي تا هما كملوه دابا هما لكن عندهم شي لعاب بريطي يمشي فرقه نفس يرجعوه نفس الحاله كاينين اوبسيون اخرى كتقول لك لا انا العاب ديالك ولكن الا انت ما جلستيش معايا وراسلتيني وهضرتي معايا ودرتي معايا طبقتي معايا القانون بحال دابا انا هذا اللعاب ديالي سنه 36 وباخير غنكملو خصنا ندير معاك ندير معاك واحد الكونترا زايده كنقول لك راه بناء على هاد التوصيات الكونترا اللي غادي يزيد نزيدوه هاد الكونترا اللي غادي نزيدو ان كونترا نزيدو مع كل شي حاجه مكتوبه ولا شي حاجه بون انا فنو انا فوالا نبلغ لك بان هاد اللعاب راه خصو يكمل معايا ها علاش لحقاش دابا كاين واحد البرونو هذا ما كاينش مشكل بحال كيف دار كافاني بحال كيف دار نهاري هنايا قلت لك سي ما نمشيش ما نكملش انا غنمشي بحالي سي عادل والله العظيم هذه الحرب النفسيه وداك الشيء قبل المقابلات تما
شاد هاد الوليد هذا عنده مستقبل، لا باقي يجي يلعب في اي بلاصه أيه. يمشي يلعب في اي بلاصه. هذاك الفريق الا كان الفريق ديال الرجاء محتاج ليه وبغي يلعبوا كيف قلنا وكانت شي طريقه باش يلعبوا ما كاينش مشكل، ما لعبش ماشي مشكل. انا اللي عندي غرض ديالي هما اللعابه يدخلوا مركزين، ديال المغاربه يدخلوا مركزين على المقابله، وتا حاجه ما تاثر عليهم لا من بعيد لا من قريب، صافي تا حاجه ما تاثر عليهم. بون داكور الجمهور والمحبين كيستاهلوا أيه؟ من حقهم من حقهم يتسائلوا على العام مزيان واش غادي العام ما يلعبش هذا، ولكن ما يمشيوش في واحد الهاجس بانه الا ما لعب راه كاين مشكل. لا ما كاينش اشكال. انا ملي تكلمت قبيل على داري وهذا راه الناس خصها تعرف راه المقابلات اللي دارت دابا الاخيره راه كانت في المستوى كانت في المستوى ديال الفرق ديالنا، ما كاينش مشكل بالنسبه حنا كنتمناو. هو بحال مثلا اللعابه اللي تعطبوا هاد مؤخرا يرجعوا لحقاش محتاجين، لحقاش باقي عندهم داك نقولوا باقي كومبيتيتيف، باقي عندهم داك الخزان البدني، باقي شويه شاكير بوطيات فوالا. هذا هو هذا هو اللي كنطلبوا حنا بون محتاجين ليهم. لعاب عندك مشكل التواجد ديال شاكير ولا ديال بوطيب ولا ديال الليبي اللي تا هو خصو ورفلي اللي يكون في اللاكس، كنظن بان التواجد ديالهم في حد ذاته مهم عن كوما ومالونغو كنظن غيعطيو توازن كبير للفريق بزاف بطوله وي دوز غير لما تلعب الزمالك لا هذا كاليبر اخر كاليبر اخر ماشي غادي تدير معاه ولا شي حاجه، خاصك تدخل لي واحد اللي واجد يعني جميع المؤهلات ديال اللعاب خصها تكون فيه ذاك النهار وي فيزيكمون تاكتيكمون هذاك لونجاجمون كل شيء خصك